الصندوق القومي للإمدادات الطبية. بدأ الصندوق القومي للإمدادات الطبية نشاط شراء وخزن وتوزيع الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى في العام 1935. في العام 1991 أصبح هيئة مستقلة وفق قانون الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية لسنة 1991 لإعطائها مزيد من المرونة في العمليات التجارية في شراء وبيع الأدوية. خلال العام 2015 تغير الوضع القانوني للهيئة بموجب إجازة قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية لسنة 2015، وعليه تحولت الهيئة العامة للإمدادات الطبية إلى الصندوق القومي للإمدادات الطبية. يشرف على الصندوق القومي للإمدادات الطبية مجلس إدارة مؤهل برئاسة وزير الصحة الاتحادي، ويقع على عاتق المجلس وضع رؤى استراتيجية مبنية على تخطيط علمي مدروس. يتكون الهيكل التنظيمي للإمدادات الطبية من 4 إدارات عامة بالإضافة إلى 7 إدارات متخصصة. يتولى الصندوق مهمة توفير المنتجات الطبية لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية على المستوى القومي والولائي، فضلا عن توليه مهمة خزن وتوزيع أدوية صندوق الدعم العالمي لمكافحة أمراض الإيدز والدرن والملاريا. وقد ارتفع متوسط الوفرة الدوائية إلى أكثر من 90% في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت نسبة الأدوية المسجلة إلى 97%، وقد انعكس ذلك على جودة أدوية الصندوق، سيما بعد أن انخفضت نسبة الدواء المرفوض لأسباب تتعلق بالجودة إلى أقل من 1% فقط حاليا. تم تطوير منهجية العمل بالصندوق من خلال تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، والتي أسهمت في إنشاء قاعدة معلومات شاملة لكل العمليات بالصندوق، وتحقيق التكامل والربط في المعلومات بين الإدارات والمخازن، وربط شبكة الصندوق مع أفرعه بالولايات، فضلا عن ضبط إدارة مخزون الصندوق والقدرة على استرجاع المعلومات في أي زمان، بما يسهم في إعداد التقارير بصورة صحيحة ودقيقة. ومن خلال تطبيق نظام ERP أصبح صندوق رائدا في تطبيقه لعدة أنظمة إلكترونية، وهي نظام الباركود والبيع عن طريق الإنترنت ونظام الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيق نظام الشراء الإلكتروني، وهي خدمة تتيح للموردين التقديم لعطاءات الصندوق بواسطة الإنترنت، وتعتبر التجربة الأولى من نوعها في السودان وإفريقيا. قام الصندوق بإدخال خدمة توفير الأدوية النادرة للمرضى والأدوية غير المتوفرة في السوق المحلي، وذلك عن طريق إدارة الصيدليات بالصندوق، والتي تتلقى استفسارات وطلبات المرضى عن الأدوية الموجودة بالبلاد، وذلك بالاتصال بالرقم 5959. وفي حالة عدم توفرها يعمل الصندوق لتوفيرها للمرضى من خارج البلاد وبسعر التكلفة فقط. تمكن الصندوق من إنشاء نظام ترحيل جيد وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لتوزيع الأدوية، وقد نفذ ذلك من خلال تعاقده مع شركات متخصصة في النقل الجيد للأدوية والمستلزمات الطبية، ابتداء من ميناء بورت سودان إلى مخازن الصندوق، وانتهاء بمخازن الولاية. للصندوق القومي للإمدادات الطبية مخازن مجهزة لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا لأسس التخزين الجيد، منها مخزن مهيئ لخزن الأصناف الباردة 2 إلى 8 درجة مئوية مثل الأمصال واللقاحات والهرمونات. ولمواكبة التطور والتوسع في الخدمات التي يقدمها الصندوق، يعمل الصندوق حاليا على زيادة سعته التخزينية الرأسية، وذلك بإنشاء مخزن جيد وفق مواصفات التخزين العالمية، وبذلك سيضاعف الصندوق من سعته التخزينية الحالية. وقد نجح الصندوق في تحديث البيئة التخزينية من خلال إدخال أنظمة الرصد وضبط ومتابعة درجات الحرارة والرطوبة في جميع مخازنه، والتي يتم مراقبتها جميعا من خلال شاشة واحدة داخل غرفة التحكم المركزية. إيمانا من الصندوق القومي للإمدادات الطبية بأن الصحة للجميع، ولما كانت مسؤولية الحصول على الأدوية تقع على عاتق وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بالولايات، أكملت الإمدادات الطبية إنشاء فروعها في 16 ولاية. في هذه الصناديق تقوم الإمدادات بتوفير رأس المال الابتدائي المتمثل في قيمة مخزون دواء، حيث وفر الصندوق ما قيمته 34 مليون دولار للولايات، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي المتمثل في تشييد مخازن حسب مواصفات التخزين الجيد، ولتسهيل نقل الأدوية من رئاسة الولاية إلى المرافق الصحية. منحت الإمدادات كل ولاية عربتين للإشراف وعربتين مجهزة لنقل الأدوية من رئاسة الولاية إلى المرافق الصحية. تعتبر هذه الصناديق صمام أمان لضمان وصول الأدوية المأمونة والفعالة إلى جميع المواطنين، وبالقرب من أماكن سكنهم وبأسعار موحدة في جميع أنحاء البلاد.
إيمانا من الصندوق بأهمية التدريب والتطوير المهني المستمر، يقوم الصندوق حاليا بإنشاء مركز عبد الحميد إبراهيم للتدريب، وهو مركز يتخصص في تطوير وبناء القدرات العلمية والمهنية والفنية للعاملين في سلسلة الإمداد الطبي بالبلاد. صمم المركز بحيث يحتوي على 4 قاعات تدريبية بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات، قاعة لاجتماعات المجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية الذي يترأسه فخامة رئيس الجمهورية، ومكتبة إلكترونية ورقية تحتوي على الكتب والأوراق العلمية في مجال الإمداد الطبي والخدمات الصيدلانية. ومن خلاله سيتم استيعاب برنامج التطوير المهني المستمر الذي يختص بالتدريب والتطوير المهني للصيادلة في السودان. بهذه الخطى الثابتة يمضي الصندوق القومي للإمدادات الطبية نحو غاياته المرجوة في تحقيق أعلى معدلات التميز، بعد أن تسنى له تحقيق إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة خلال فترة وجيزة. خطى النجاح المتسارعة تنبئ بأن الصندوق يمضي إلى مستقبل مشرق حافل بنجاحات أخرى ستضع البلاد في مقدمة رصفائها من دول المنطقة في مجال الإمداد الطبي.